بيقول أرجو شرح هذا السؤال. عندما أخطأ آدم وحواء جاء المسيح ليخلص آدم ونسله، وعندما تكبر رئيس ملائكة وأخطأ وأصبح شيطان، لماذا لم يعطيه الله فرصة للتوبة كما أعطى الآدم؟ مش الله لم يعطيه فرصة للتوبة، هو لم يعطي نفسه فرصة للتوبة. إزاي؟ بعد ما أخطأ عاند واستمر في خطأه لدرجة أن جر معاه ملائكة كثيرين أخطأوا معه، وأصبح رئيس للطغوة من الطغاة، وصار مقاوما لله. حتى في خطية آدم وحواء دخل الشيطان لكي يسقط آدم وحواء. الشيطان لو تاب يغفر له، لكن عمره ما يتوب، مستحيل. عقله كده مملوء بالشر واستمرار الشر.